ايه يا عتره يا ولاد يا ولاد؟ اديني ساعه بنادم عليكم عشان اجهز لكم الفطور. ماشي مش اشكال، عاوزين تفطروا ايه ولا اجهز لكم حاجه على مزاجي؟ طب بصوا انا هقول لكم كلمتين، انا خابره زين انكم متضايقين اني جيت واخدت مكان امكم، بس انا عاوزه ابقى لكم ام تاني، عاوزاكم تطلبوا اي حاجه هترجوني جايده صوابع العشره شامل، هعمل لكم كل اللي انتوا عاوزينه. صحي يا مرات ابوي. صحي يا جوني. طب هاتي حوض. تعال يا حبيبي يا حبيبي. وانا كمان. لا انت لا، ما بتحبنيش. ده انا بموت فيك، ده انت اللي في قلبي يعني، بس يعني لو حد معدي وشافنا كده يعني محدش هيفهم الحاله اللي انت فيها، فهتطلق. وانا لما صدقت اتجوز ابوك. ماشي يا مرات ابوي. بقول لك ايه؟ انا مش هقول لك مرات ابوي، تقيله قوي على لساني، هقول لك يا مربوحه. ماشي. بص يا بنت يا مربوحة. لا اكده هاكلك بالقلم على وشك، مش عشان اديتك المساحة تعمل اكده. حاجك علي ما تزعليش. بص انا جايب لك ايه؟ ايه؟ خد البان. ايه ايه اللي بان ده؟ ايه اللي حجم حلو اللي بنحطه. ملبس يعني. كيف الملبس؟ ماشي. خد ملبس. ماشي. انتوا بتخوفوني؟ لا احنا بنلعب معاك. هو ده اللعبة ده؟ خلاص ما تزعليش، كلي معاي. اهدى. شيبسي. شيبسي؟ ده انا بحبه قوي. اوعى تكون زلاجة. لا بجد. ماشي. يا رب يكون بتجيبني. اهدي. قلبي هيوقف عليش. ايه اللي انت بتعمله ده يا جوني؟ ده مهما كان مرات ابوك. كيف امك؟ الكبير ما ربناش على الحاجات دي. هي قصيرة وما بيناش من الأرض بس كبيرة في السن. ما تخلفتش بالكلام. أنت كنت ماشي زي. ماشي، حقك علي. ما تزعليش. بالمناسبة دي تعالى اتصور معاكي سيلفي. السر دي؟ سيلفي؟ أنت جاية منين؟ أنا اللي سيفن. أنا اللي المفروض أتعلم منك حاجات، مش أنا اللي أعلمك حاجات جديدة. أنا ما عارفاش أهدى. أنا تصوروا سيلفي بالكاميرا. في إيه؟ هنطلعوا في التلفزيون؟ التلفزيون إيه؟ وأنا بقول برضك شكلك مش غريب علي. أنت مذيع الشارع، صح؟ حنا عليك تديني 2000 جنيه، هدعيلك. 2000 جنيه؟ أنا مصروفي 5 جنيه في اليوم. 2000 جنيه إيه؟ هنتصوروا سيلفي بالكاميرا، كاميرا صورة. صورة؟ أيوه. جربي. يلا. هجرب، وأنت اضحكي. أضحك أنا؟ اضحكي، ماشي. اضحكي، الصورة تطلع، اضحك. يا ولادي. هربصك يا عيني، هربصك يا عيني. تعال. انتوا بتعملوا فيا انا كده؟ طب والله لا اوريك يا قرد تاني. يا رب يا جوني اهرب. تعال يا ولد تعال. ايه ده؟ انتوا كنتوا؟ ازاي تعملوا كده فيها؟ يا متخلف، حد يعمل كده في الستيب ماذر؟ الستيب دي مش معناها تدوس عليها، امشي جوه جوه جوه. انت لسه ما تبصش، امشي جوه جوه جوه. سوري. صباحيا مباركه. بص انا مش عايز تاخدي الموضوع على صدرك قوي، يعني عادي عادي، دول اطفال اكيد مش قصدهم شر، يعني في الاول وفي الاخر احباب الله. الطفل اصلا في السن ده بيبقى عنده عدم توافق عضلي عصبي. لو جبت بيبي اديتي له لبن قلت له صبه هيدلدقه في كل حته، هو قاصد؟ لا اكيد. لو كان بسكوت هيفرفت، هو قاصد؟ اكيد لا. او ماي جاد.
بصي اللي قلته كله ارميه في الزباله، كانوا ما اتقالش، خلاص نبدا من اول وجديد، دول حلاليف وما تربوش. هما ده لو ايه؟ دي ملوخيه بالالو ايفا؟ دي حته بودكا. او ماي جاد سلايم. سلايم عادي عادي، سلايم عادي. ده بقول لك ايه، ده طالع موضه دلوقتي موضه. وحتى غيروا المثل بقى، اللي بيمشي ورا العيال ما بيخلاش من سلايم. اكتب واتقلب من قدامي. لا مش وقته، فعلا مش وقته، انا زودتها شويه. طب هات ايدك، هات ايدك، هات. لا هتليط. صباحي يا الله. اللي خلفوكم.